صنع في مصر. المصري يا جماعة مخترع كبير. بعد الهوجة اللي حصلت في اكتشاف اختراعات الطلبة الفترة الأخيرة، انك ممكن تلاقي مثلا طالب في ثانوي اخترع طالب في اعدادي عادي خالص، او طالب اخترع فيسبا بترجع بيها للزمن ورا، طالب اخترع علبة سمنة لما تحط ايدك فيها بيطلع منها ارنب. صحرا، جو صحرا كده. طبعا الكلام ده مش جديد علينا يا جماعة، احنا اصلا المصري مخترع كبير. المصري ماشي بمبدأ الحاجة ام الاختراع. احنا عندنا حاجه اسمها اعاده التدوير، اعاده تدوير المخلفات، يعني الحاجه عندك دايما بتبقى اصلا تم استخدامها في حاجه تانية خالص. يعني مثلا ازايز المايه اللي انت بتشوفها ديت، ممكن تلاقي مثلا ازايز دي ازايز زيت، ازايز حاجه ساقعه، ازايز اللي كنت بتشرب فيها شربات، كل الحاجات دي اتحولت بقدره قادر بقت ازايز بتشرب فيها ميه عادي خالص. علبة شوكولاتة لما خلصت حطينا فيها بكر وإبر ومسامير وساعات قديمة وساعات مكسرة وساعات ما تلاقيش حاجة خالص. كراتين بنحط فيها الكراكيب اللي أحيانا بنحطها تحت الكنبة اللي بيتم استخدامها كمخزن برضو. علبة السمنة عملناها أصاري زرع، علبة السجاير نعملها طفاية، وعلبة السمنة دي برضو ساعات بنستخدمها استخدام تاني، بنحط فيها أسمنت وترفع بيها فوق السطح ترفع بيها كمال أجسام. كوبايات الجبنه بقى بتختلف، الصغير بنشرب فيها شاي والكبير بنشرب فيها ميه. بطرمانات المربى بنخلي فيها زيتون او فلفل او فليفت، وساعات بنحط فيها الشاي او القهوه عادي. ازايز الزيت بنحط فيها الجاز. اكياس سوبر ماركت بنعملها اكياس زباله. حتى شنط الهدايا بنبقى برضه نحتفظ بيها. ليه؟ عشان الشنط دي هنحط فيها هدايا نديها لناس تانية. خد بالك برضه الناس التانية برضه هياخدوها يحطوها برضه يحط فيها هدايا ويديها لناس تالتة. الشنطه بيتم تدويرها، احنا عايشين في شنط. احنا الشعب الوحيد اللي بيستخدم ورق جرايد في كل حاجه ما عدا القرايه. تفش على الاكل، تلمع بيها الازاز، تلف بيها السندوتشات، تغطي بيها الجثث في الشوارع، حتى الكراريس لما بتخلص مش بنرميها. ليه؟ لان بنحطها ونطلع عليها بطاطس. احنا الشعب الوحيد اللي بيرميش ازازه الشامبو لانه بيبلاها ميه ومش عايز يصدق انها خلصت. وبرضه احنا اللي بنعضعض البطاريه عشان ترجع لها كهرباء، وكانك لما تعضعضها كده تشحنها زياده، اقول لك حطها في الثلاجه تشحن برضه. وكان محمي تقيل واللي سندني مش وياه، سواق وشاطر قوي لكن الفرده نايمه معاه. احنا الشعب الوحيد برضو اللي بيرميش مناديل بعد ما يتم استخدامه بتحطه في جيبك، لانك ممكن تستخدمه تاني، ولو هترميه لازم تلمع بالجزمة. احنا تقريبا مش بنرمي فاكهه، مجرد اول ما بتبوظ اصلا بنعملها عصير. بالنسبه للغارات الداخليه مفيش حاجه تترمي برضو، يعني تلاقي الملابس الداخليه دايما بتتحول لقماشه بتشيل بيها الحاجات. الملابس الكبيره دي غالبا بيبقى لها استخدام تاني خالص، تسحبها الارض. عندنا الشورت يا جماعه ما كانش اساس شورت، عمره ما كان شورت، ده يكون بنطلون قديم متهربد. وغالبا مثلا عندك تيشرت كبير مثلا زي التيشرت بتاع مصطفى مثلا، لما التيشرت دوت يبوظ اكيد هيستخدموه يحطوا فيه المرتبه. هم قايلين لي اقول ان هو محطوط فيها اكياس المخده، بس مصطفى تخين. الشعب الوحيد اللي ما ينفعش الخطوبه مش بيرجع الهدايا، بيتم استخدامها في خطيبه اخرى. وفي نفس الوقت لما بيتجوز تاني بيتجوز على نفس العفش بتاع مراته الاولانيه، كل حاجه بيتم استخدامها تاني. في حاجه مهمه جدا، هدوم العيل الكبير لما بيكبر ويتولد عيل صغير بياخد هدوم الكبير، مش حاجه تترمي. رغم كل دوت احنا عندنا اكتر عدد بياعين روبيكيا في الشرق الاوسط، مع اننا ما بنبيعش حاجه، كل حاجه بنستخدمها. اطلع يا عم مع اكس.